السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير ديزيل. اليوم جوائز الفيفا، حكيمي حاضر في افضل تشكيله في عام يعني عام 2022، يعني لعاب كبير حكيمي، يعني من افضل مدافعين على الجهه اليمنى في العالم، ماشي انا درته ومواليها ومالي البولا، وما احنا غير متتبعين، انت وانا تبع واسكت، فرج فيهم واسكت. في اوروبا تاعهم مالي هما بوطاو عليه، داروه احسن مدرب. شحال كاين من دو شحال كاين من واحد في جهته، لعاب متخرج يعني لعب في ريال مدريد، دا تشامبيونز ليغ من ريال في ريال مدريد، دا لعب في بوروسيا دورتموند، لعب في الانتر، دا بطولة تاع الانتر في طليان، ولعب في باريس، يعني اربع اندية من اقوى اندية في العالم، ريال بوروسيا الانتر، هذو اندية قوية. نقولوا كان اللي يقول لك باريس سان جيرمان واه ما عندوش تاريخ، بصح بالنجوم اللي فيه عنده منتخب كبير، عنده نادي كبير، هذه حقيقة نقولوها. وين جوائز الفيفا، حكيمي حاضر في أفضل تشكيلة في العالم لعام 2022، ويسجل النجم المغربي أشرف حكيمي حضوره في التشكيلة الميزانية لعام 2022، والتي كشف عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم مساء يوم الاثنين في حفل الجوائز الذي أقيم في العاصمة الفرنسية بباريس. واستطاع حكيمي كسب مكانة مع أفضل لاعبين العالم في 2022 بفضل تألقه رفقة فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم الماضي، إضافة إلى بلوغه نصف النهائي كأس العالم قطر 2022 مع المنتخب الأسود الأطلس المغربي، في إنجاز غير مسبوق لكرة القدم الإفريقية والعربية. الحارس المرمى كواترا، خط الدفاع أشرف حكيمي كانسيلو فونديك، خط الوسط دوبرين لوكا مودريتش كاسيميرو، خط الهجوم ميسي بابي كريم بنزيما أولوند. يعني تشكيلة هذه كون جا زعما واحد ربي يطيح عليه هذه التشكيلة في بلاده، أقسم لكم بالله العلي العظيم وحق اللي خلق الدنيا والدين، يا واحد ما يفوت قدامه. أنا نقولكم هذه باش يكون على بالكم، لعاب كبير، لعاب قيمة. شو بير هدر على كريستو تاع تونس، لعاب صاعد على بالنا، أنا نهدر على حكيمي. صح انا على بالك كاين مش عامل واحد قال لك كيف انت تشوف لي كومونتير، انا كي كون نهضر معاكم كنت نشوف لي كومونتير كيما هكا تاع لي فيديو اللي فاتوا، نشوف لي فيديو ناس اللي يعطوا، كاين بزاف يعطيك مواضيع، كاين اللي يسالك، كاين اللي يقول لك سؤال، كاين اللي سبحان انت ترد عليه نورمال عادي، هاي كيما هكا ردوا على الناس، نقراو لي كومونتير نشوفوا. واه لعاب كبير هذا لعاب، واه دا اللعب تاع راحوا الربع النهائي، راهو في الربع النهائي تونس تاع الشباب، الناس هي تلعب، الناس هي الناس هي تلعب. وتاع الإيفا اللي دايره اللي يديرونها في مصر، ربحوا زومبيا، واه صح ربحوا زومبيا. هدوء هدوء واه حنا نهضرو على الاخر، راه يرحم شويه بلا تغلطوني على نسوني شنو كنت نهضر. المهم اللعاب هذا اشرف حكيمي، وين يؤكد يعني انه لعاب من طينة الكبار، من افضل اللاعبين يعني في العرب وفي الدفاع، يعني في العرب
افريقيا دير حسابك ما حدش كيما راه يطير كون راح الكوب دي موند كان غادي يكون على اولوند ما كاش ما راحش كوب دي موند بصح الاهداف تاعو صوالح هما اللي يهضروا عليه هذه هي الناس تخدم الناس تخدم صاحبي الناس غير الناس الناس تخدم انا مازال يقول لك مازال يقول لك بلي سليماني يعود بقوه اللي ناسي أقول لي سليماني واسليماني يلعب في النادي تاع في نادي في الخارج بصح ما تقوليش بلي يلعب هنا في ليك الناصر الناس يلعب بزاف صغار على بالك لي مركا مع الباي مع الريال مدريد اروا نقول لكم اروا لي مركا لي لعبوا كونتر الاخرى كيسموها يا ربي اتليتيكو مدريد لي غاليزاها عنده 18 عام 18 طون الناس يلعب 18 عام انا نقول لكم الناس والله اللي تلعب 18 عام سير نقولكم بلي سير انت تهضر لي على واحد عنده 35 عام كوب دافريك جايه 36 عام الشيطان هو صاحبك لا صاحبك سبحان الله صنع له ايكيب واحد كي يلعب 24 عام حكيمي عنده 24 عام لعب دو كوب دي موند 24 دو كوب دي موند 24 دو كوب دي موند ديك الصالي هو عارفو بولا تاكم تاكم انا ان شاء الله يدير لك الغاشي هنايا في الجزائر لي سيبورتير والفيسبوك هاي زغل يعني الناس فاقت مازال خوت تاع 2019 امير بولو عادي 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 كديولا تجيبو يلعب نورمال عمي عرف بلي ديك الشعبويه راحت راكم تجرو كوج دروات الله عجيب عطشو حكيمي شو راك راكي راه يخدم يجيب زراري لازم يجيب زراري يا سي محمد باش يوجدو 2026 جرا يجيب زراري يا مالك انت عام كامل من حيت اقصينا من اللي كيما من الكوب دار من الكوب دي موند لليوم هذا وين بالك بسم الله يا ربي بالك غادي يجيبو لعابه هذا وين والله صاحبي خليتونا كاع كيما هكا خليتونا كيما هكا بنادم ولا اللي كيما صوما يشوف فيها فلو راني شيطانة ودابا ماذا بيكم دورو دودر دورو دودر وجيبو لنا لعابة هذه هي بقينا كيما هكا نديرو والو وانت تجيبو اللعابة زعفت متسام ولا متسامش فرح قيس عليهم المول هاك باغي تقيس عليهم المول هاو كان يقول هون عالشيطان الرجال يتخدم يا ربي يا ها ولو كان لو كان عاود نولو كيما كنا ليكيب ناسيونال فرحاو كنا فرحانين ولعب فرحة قلعتوها لنا البسمة قلعتوها لنا عرفتو المغرب خدمة كي دايرة ولعب ردوا لنا ديك البسمة لا بغيتو ربي خلونا باقي لنا ايامات عايشين فيهم كلش يجي في وقته انا عارف اش كاين هذه اللي نقولها لكم انا عارف واش كاين هذه هي اخويا
وكلشي يجي في وقته. ما تنساوش اعطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم، وان شاء الله ديما بجديد معكم. صحيتو.